للسماء انعكاس على الأرض باليونان، بالجبل المقدس تحديداً واللي بيتسمى بستان العذراء ومكرس على اسمه لوالد الإله الفائقة القداسة. هالجبل بتفوح منه عطر البخور، صلوات وأصوام وعيون ما بتنام، بتجاهد سهراني بالتضرعات وأجساد بتسجد لملك المجد، وأيضاً عجائب الإيمان فائقة الطبيعة. يقع جبل آسوس في شمال اليونان ويعتبر منطقة نسكية، يقيم هناك رهبان من مختلف الكنائس الأرثوذكسية. بيحتل الجبل أقصى شرق النطوءات الثلاثة اللي شبه جزيرة كالسابس، وباليونانية تلفظ خالكيزيكيس، اللي بدورة بتوقع ضمن مقاطعة مكدونيا المطلة على بحر إيجي. مساحة جبل آسوس هي 390 كيلومتر مربع، بطول 13 كيلومتر وبعرض 7 كيلومتر كمعدل عام. أعلى قمة فيه 2030 متر، وهي قمة آسوس، مطرح ما منشوف صليب حديدي كبير على رأس القمة. يخضع الجبل روحياً لسلطة بطريرك القسطنطينية المسكوني. عاصمة الجبل والبلدة الوحيدة فيه هي كارياس، وأدرج جبل آسوس ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1988. الحقيقة الخبرة مع الجبل المقدس بآثوس خبرة مميزة جدا. ابتدت هالخبرة معي بزيارة لما كنا طلاب بمعهد اليهود. بيشعر الإنسان يعني قبل ما يدخل إلى الجبل بهالفرح، بصير قلبه يرقص وكأنه فعلا جاي إلى مكان مختلف عن العالم. هناك السماء بتبقى مفتوحة بشكل مختلف، الطبيعة بتبقى مختلفة، فبيصير يرقص من الفرح. لما بيدخل إلى الجبل وبيشوف يعني هالآباء الرهبان القديسين، بيصير بيفهم ليش، بيشوف إنه كيف الفرح ملأ قلوبهم، كيف بيعيشوا مع الرب، كيف فعلا بيكونوا مشرقين ولامعين بالنور. حتى وقت اللي كنا عم نشارك معهم بالصلوات اللي هي باللغة اليونانية وما بنعرف منها شيء، بنحس حالنا إنه نحن مواكبين بالصلاة ومرفوعين إلى السماء. هالقد الواحد بيشعر بأنه هو قريب من الله. فعلا الاختبار اللي اختبروه رسل الأمير فلاديمير لما اجوا على القسطنطينية، عم بيبحثوا عن ديانة، فبيقولوا له نحن ما كنا عارفين إذا كنا بالسماء أو على الأرض. ف
فعلا هذا الشعور بيختبره الإنسان. وأنا بعرف أشخاص غير مسيحيين راحوا زاروا الجبل وشعروا بقوة النعمة الإلهية كيف عم تنزل، وما كان عندهم يعني طاقة أن يحتملوا قوة النعمة الحاضرة في الخدم المقدس، لأنه كل الموجودين كليتهم عم بيصلوا، ما في حدا رايح للفرجة. وهذه خبرة كتير 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 مميزة. بذكر يعني كانوا عم بيحدثونا عن القديسين وعن العجائب اللي عم بتصير بالنسبة لإلهم، العجيبة طبيعية. أحد زملائي كان عنده وجع ظهر، فهو عم بيسجد لزنار العذراء، بيحاول انه بده يسجد بس يعني عم بيتوقع مشان عم بيلمع ظهره عليه. بيقوم رئيس الدير بيطلع فيه بيقول له شو بك؟ بيقول له معي وجع ظهر. قال له انت هسه بهذا العمر، يعني ما كان عمره 20 سنة، عندك هذا الوجع؟ اركع. بيشيل وبيحط الزنار على ظهره وبيصلي له، بيقوم من ساعتها معافى. وهذه يعني دلالة على حضور النعمة الإلهية. خبرة تانية أنه كنت رايح على الجبل لننسق مشان الذخائر المقدسة بال2012 لما جبنا إيد القديسة مريم المجدلية. فجينا بدنا نفوت على الجبل يوم اثنين البعوث، يعني يعني بعد الأحد الجديد من الفصح، وبدنا نرجع الجمعة أو بالكتير يوم السبت. فبالتالي بدنا نفوت على الجبل يوم الاثنين ونطلع من الجبل يوم الجمعة. ورتبنا أن نزور 3 أديار. نوصل الاثنين تقريبا آخر النهار، الثلاثة بنطلع على دير تاني، والأربعة نطلع على دير تالت، بنرجع الخميس ومن بيت يوم الجمعة بتسالونيك لحتى نرجع على لبنان يوم السبت. وإذ الأمواج معاكسة، الباخرة ما بتطلع يوم التنين. رجعنا على تسالونيك إن راح نهار، إذ الباخرة يوم التلاتة كمان ما طلعت، الأربعة ما طلعت. بالتالي انحشر الوقت وبالكاد نحن نقدر نفوت. الحمد لله توفقنا يوم الخميس ونزلنا على الجبل ودخلنا. قلنا لهم نحن هلا حنبيت الليلة، نتفق نحن ورئيس الدير على كل التفاصيل، نجتمع معه بالليل ونخلص، وصباح الجمعة نحمى حالنا ونرجع، ما بقى فينا نزور كل الأديار اللي نحن كنا مقررين عليها. بيقوم بيقول لي رئيس الدير بعد ما اجتمعنا ونسانا، خلص خليكم للسبت. ويوم الجمعة قلت له أنا بحب زور دير الفاتوبيذي مشان اتبرك بزنار العذراء، يعني كل زيارة على الجبل لازم امرأ لهوني. بيقوم بيقول لي طيب بكرة بعد القداس نتروي ونشوف شو الله بيرتب معنا. بقى نمنا، قمنا تاني يوم وجه الصبح الساعة 3 الفجر وصلينا بالكنيسة وخلصنا، وبعدين رحنا على الترويقة. نحن ورايحين على الترويقة بيبعت لي راد بيقول لي بيلك رئيس الدير جهزوا حالكم انت والشاب اللي معك تنزلوا، لأنه في حدا بده يزور الفاتوبيذي وحتطلع سيارة خصوصي. يعني بالسيارة نحن بتاخذ معنا 3 ساعات، فما بالكم لو كنا بدنا نتنقل كما تروح كل النهار. فقال لي بتروحوا وبتزوروا. قلنا له بالنسبة ليوم السبت نحن طيارتنا، يعني إذا بدنا ننزل بالباخرة وناخذ الباص نوصل على المطار، بتكون الطيارة يعني سكروا الباب وبدها تمشي. قال لا خلص منشوف، بركي منحجز لكم بشي باخرة سريعة وبتروحوا شوي بكير، وهنيك ساعتها بتضطروا تاخدوا تاكسي بدل ما تنتظروا المواصلات الطبيعية. بقى لا اختصر لكم الخبر،
رحنا بسيارة وزرنا دير البتوبيذي وتبركنا من زنار العذراء وزرنا دير إيبيرون وزرنا كارييس البروتاتون البروتاتون ويعني محل ما أيقونة بواجب الاستهلال العجائبي إنه زرنيهم كليتهم ورجعنا قبل ما كان بلش صلاة الغروب. قلنا لأنه نحن رايدين وراح منا ثلاثة أيام زرنا ثلاث أديار والرابع اللي كنا مقيمين فيه بيوم واحد. كيف بترتب العذراء القصة وكيف بيسرها ربنا هو وحده بيعرف. بيبعد الجبل عن العاصمة أثينا حوالي 700 كيلومتر، إنما لازم على المؤمن الحج أو الزائر أنه ينطلق للجبل من مدينة تسالونيكي الشهيرة ليوصل مرفأ الجبل واسمه أورانوبوليس، وهي كلمة مركبة من أورانوس وتعني السماء وبوليس يعني المدينة لحتى يصير الاسم كامل مدينة السماء. من هالمرفأ بتنطلق الباخرة باتجاه الجبل بعد الاستحصال على الإذن الشخصي المسبق بالساعة 10:15 صباحا لمدة ساعتين لتوصل على مرفأ دفني، وهي كلمة يونانية وبتعني ورق الغار أي النصر بالقيامة، وهو المرفأ الأساسي للجبل. لما كنت تلميذ لغة يوناني بجامعة تسالونيكي سنة 89-90 صار لي عدة فرص أني زور جبل آثوس، وزرته بالفعل 12 مرة هيدا لما كنت تلميذ. وآخر فترة زرته فيها كنت أنا تركت يعني خلصت الدراسة بتسالونيكي وطلعت على جبل آثوس وعملت 4 أشهر مثل نوع من اختبار بدير القديس غريغوريوس بجبل آثوس، بناء على نصيحة الشيخ بوقتها الشيخ بايسيوس الآثوسي كان بعده موجود، هو نصحني بهالقصة. واليوم نحن صار له 3 سنين من عيد له عيده القديس بايسيوس الآثوسي ب 12 تموز. شو بيقدر واحد يحكي عن جبل آثوس؟ بيقدر يقول انه هي مثل مملكة رهبانية، هي جمهورية رهبانية بيحكموها الرهبان من رأس الهرم لآخر الهرم، والناس بتقصدها. الغاية الأولى لما بيعملوا دعاية لجبل آثوس بيعملوا دعاية لسياحة، يعني أنت سمعت بجبل آثوس بتقله لا، بيقلك بنصحك تروح على جبل آثوس شغلة حلوة. إذن أكتر اللي بنسمع ونحن عن جبل آثوس هو دعاية للسياحة. بتروح لهونيك بتكتشف انه انت لقيت شيء ما بتلاقيه بالعادي بالسياحة. غالبا الناس بتتصور شغلات بتروح لهونيك بتلاقي عكس يلي تصورتها او شغلات لا تتلائم مع كل شيء كانوا متصورينه. زيارتنا الاولى لجبل آثوس حصلت بأيلول بآب أيلول 1995، كان رئيس الوفد تبعنا أبونا يوحنا يازجي، أخذ معه بحدود 14 شخص من طلاب المعهد ومن المعهد اللاهوت بالبلامند ومن الإداريين بالمعهد، وكان شيء حلو كتير لأنه قعدنا بجبل آثوس 10 أيام كانت من العمر. ولما فل الوفد أنا بقيت بجبل آثوس وحدي، بقيت لأنه كان عندي منحة حتى استمر بدراسة اللغة اليونانية، بس تبلش بسبتمبر بآخر سبتمبر دورة اللغة اليونانية. أعياد الكنيسة بالجبل المقدس هي متأخرة ب 13 يوم باستثناء عيد الفصح، ابتداء من الصوم الكبير اللي بيتطابق مع الفصح الأرثوذكسي العالمي. ويعيد مثلاً في الجبل المقدس عيد الميلاد المجيد ب7 كانون الثاني. الحياة بالجبل بتبدا عند الساعة 2 صباحا كمعدل عام لتلاوة القانون الشخصي لكل راهب، وعند 4 فجرا بيجتمع الرهبان بالكنيسة الأساسية الخاصة بكل دير لصلاة الساعات والسنكسار اليومي استعدادا للبدء بالقداس الإلهي يوميا. والجدير ذكره أنه ما بتستعمل الكهرباء بتاتا داخل الكنيسة، بل كل الصلوات تقام على ضوء الشموع.
وبخلال النهار بيهتم كل شخص بالخدمة الموكلة إليه. بيتم الغداء بصالة الطعام الجماعية المزينة بالجداريات، وبيتخللها قراءة أبائية وكتب روحية. بيسبق الغداء صلاة بالكنيسة الأساسية. الغروب والمديح عند الساعة 5 يومياً تقام لمدة حوالي ساعة، وبعد وجبة طعام خفيفة عودة إلى الكنيسة لصلاة النوم والسجود لزخائر القديسين. وبحوالي الساعة 8 بدق جرس الصمت ليدخل كل راهب قليته ويقفل باب الدير الخارجي. يدعى رئيس الدير باليروندا، أي الشيخ الحكيم. أساس الكلمة باللغة اليونانية يروس وتعني المسن، أما هون فبتعني الكبير بالحكمة والتمييز. الضيافة المعهودة بالأديار هي راحة الحلقوم مع أدح من العرق اليوناني شغل الدير، وهو مقوي للدورة الدموية. الكلمة المتبادلة لما بيلتقي شخصين هي باركوا إفلويتي، فبيجيبوا التاني بجواب السيد أو كيريوس، أي السيد المسيح الذي يبارك. وفي عبارة جميلة جدا بيستعملها الرهبان إشارة للطاعة الحسنة، وهي كالي إباكوي، أي طاعة حسنة. مرة بدرس مونس باتراس عم بيقلنا الأبيخون، زرتوا المغارة تبعت القديس سمعان المفيد الطيب؟ قلني له لا، إسا ما طلعنا على المغارة. قال ايه، في شاب هوني يعني منه من المؤمنين جاي يزور على سبيل الفضول لأنه بيسمع عن الجبل. قال امبارح طلع على المغارة ليزورها، في نبعة تحت المغارة، هدي نبعة مار سمعان. بقى حاطين كاسة، انه اللي بيجي بيحط هالكاسة تحت النبعة وبيشرب من هالمي المباركة. بقى قال هو بس وصل لهنيك كل اللي كانوا عم بيزوروا شربوا وتباركوا، اجا هو ليشرب قام نشفت النبعة، شخرت ووقفت المي وما قدر شرب شيء. فنزل زعلان، قالوا له لأنه انت منك مؤمن، لو كنت مؤمن كان عطاك القديس سمعان البركة. فكانت هذه يعني بتقول استفزيته انه هو لكن خارج الإيمان، فحس انه هون في قديسين أحياء حتى ولو كانوا غير موجودين بعد بالجسد، لكن هني حاضرين ونعمة الله فاعلة. فهذا كان حرك الإيمان بداخل قلبه، الحمد لله. قررت أنا واللي معي أنه اليوم بعد ما منصلي الغروب وقبل ما ندخل على العشاء منطلع على فوق منزور المغارة ومنشرب من الماء المبارك. لما طلعنا دخلنا من التصويني اللي بدنا نفوت فيها على المغارة، أخذنا الفضول نروح نشرب ماء قبل ما نزور المغارة ونصلي للقديس. نحن ومتجهين صوب النبعة قربنا، فالشاب اللي معي انه خليني انا اتقدم، مسكت الكاسة وعم حطها تحت النبعة لتعبي مي، هي وبنص يعني الكبية ما وصلت لنصها بيشخر النبع وبيوقف. قام الشاب اللي معي خاف انه عم بيصير معنا مثل ما صار مع هداك الشاب، بيركض على المغارة. قمت انا قلت له يا مار سمعان حقك علينا، كان لازم نفوت لعندك بالاول، كمل لي الكباية ومنفوت. صدقا بهالبساطة بيقوم بينزل خيط مي بيعبي الكباية وبيوقف. شربت الكباية وشكرت الرب وفتنا صلينا للقديس سمعان وطلبنا المسامحة منه، ونحن وجوا رجعت المي تخر وتنزل، فرجعنا طلعنا وشربنا أنا والشاب المرافق معي. بيستيقظ الرهبان صباحا أو فجرا للصلاة، ومن ثم الدخول إلى الكنيسة على صوت التلاندو
وهي قطعة من خشب طويلة بيحملها راهب وبيدور فيها بالممرات، وهو عم يطرق عليها بمطرقة خشبية على نغم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وترمز هالقطعة إلى نوح بالعهد القديم لما طرق على خشبة لدخول السفينة، واللي تشير اليوم طبعا إلى الكنيسة. كما لجأ إليها المسيحيون في بعض الحقبات عوض عن الجرس لظروف مضادة. كذلك يوجد الناقوس الحديدي المتعدد الأجزاء الذي أيضا يدق عليه بنغم يا رب ارحم. أنت لما تدخل إلى جبل آثوس بطلت تشوف غير صورة الراهب، برمت يمين أو شمال أو بوجهك، رحت قعدت بدير ولا مشيت على الطرقات لحتى توصل على منسك، أنت تصادف رهبان. إذن قلت لك بالأول هي مثل مملكة رهبان. الراهب يلي بتشوفه بسبب نحن بصيرتنا الضعيفة ممكن نقشع شخص ما مبين من جسمه غير وجهه، فقط وجهه وإيديه، هيدا كل شيء مكتوب مكشوف بالجسم. يعني الراهب ما بيلبس نص كم، ما بيلبس شورت، ما بيشيل برنيطه عن راسه إلا بأوقات معينة بالقداس الإلهي. فإذا أنت شايف الراهب، مين هو هالراهب؟ ممكن كتير هيدا اللي داخل التوب الأسود يلي أنت بتشوفه يكون هيداك القديس، ممكن يكون كتير يكون هيداك اللي كان أستاذ دكتور بالأباء بجامعة أثينا، ويحط لك علامة على مسلكك على فكرك الأبائي. هلا بتقشع شخص لابس أسود فقط، يعني ما بيميز بالرهبنة، ما بيميز التوب بين شخص وشخص، نفس التوب كلهم لابسين هالتوب. شو يعني شو اللي بيميزه للشخص بالنسبة لك وقتها بتفوت بحديث معه أو باسترشاد؟ لما بتفوت بتحكي معه بتسأله قصص، بتسترشده، بتستشيره بأمور، ساعتها بيبين قديه هو خزان للروح القدس، وقديه هو خزان بيعرف علوم الحياة وعلوم الله. بدي أعطيك فكرة، يعني فتنا على دير اسمه دير سيمونو بيترا بجبل آثوس، هو الدير يلي بجوار الدير اللي أنا كنت قاعد فيه 4 أشهر. فتنا على هالدير وأنا كنت بالمطرانية ببرمانة مع سيدنا جورج خضر. كنت معتاد وقتها يجي فترة التريودي، يعني الفترة اللي بتسبق الفصح، وقت تيجي فترة التريودي غالبا سيدنا جورج بيطلب مني انه نزل له هالتو فوليومز يلي بالمكتبة لشخص اسمه جيرار بوني، مطبوعين سنة 1977. هالتو فوليومز هن كناية عن أطروحة دكتوراه بجامعة السوربون، 865 صفحة. وهالتو فوليومز كان على طول سيدنا جورج لما بده يكتب مقال في دراسات واضحة عن التريودي بيرجع لهالكتاب، إذا ماني غلطان بتذكر عنوانه La mystagogie du temps liturgique dans le triodion. يقرأ سيدنا شابيترات على حيلة، وبسبب شغف سيدنا جورج بهالكتاب كنت أنا أقرأ فيه، يعني اتعلمت منه بدايات فهم موضوع فترة التريودي اللي هي كناية عن أحد الفريسي والعشار، بتبلش بتهيئة أحد الفريسي والعشار، بعدين الصوم كله 40 يوم، بعدين الأسبوع العظيم لحد سبت النور. إذن أنا ريان من هالأطروحة وغزتني كفاية، أنا الشاب يلي خلقان بهالكنيسة كنت أتغذى من هالميستاجوجي، من هالصوفية الروحية يلي بتفرجيك كيف تفهم التريودي وكيف تفهم مسيرك بالتريودي لتوصل إلى الفصح. طلعت على دير سيمونو بيترا بجبل آثوس، هيدا الدير يلي إذا بتقشعه بالصور هو مبني على مثل كليف هيك مروس، يعني تلي مروسة صخرية مروسة، هو الدير الوحيد جبل آثوس يلي مبني بهالشكل.
على كليف كتير صعب واحد يوصل عليه دغري، هن في إلى جسر يعني موصول بالطريق من جسر. فإذا فتت لجوا شفت أنا راهب اسمه ماكاريوس، أبونا ماكاريوس بيحكي فرنساوي، الأكسان تبعه اليوناني، ما بيلفظ اللفظ اليوناني يوناني، بيلفظه من خلفية فرنسية دغري، بتقدر تستنتج أنت أنه هذا مش يوناني فرنسي. بعدين سألت عنه، اكتشفت أنه يلي أنا قريت له الدكتوراه تبعه بالسوربون يلي انكتبت سنة 1977 هو هيدا الراهب يلي اسمه ماكاريو سيمونو بيتريتيس. بعدين فهمنا وعلمنا وساعدنا، وهو مرجع بالدير ومسؤول عن المكتبة هلأ، خصوصا بالآخر 20 سنة هو مسؤول المكتبة. إذا بدك أي مخطوطة أي شغلة بتستفيد منها، عم تعمل بحث، عم تدرس، عم تقرأ، بتحب تستزيد بمعلوماتك الروحية، بيفرجيك المخطوطات وبيساعدك حتى تقدر تنكش لتلاقي الشغلات اللي أنت بتحبها. إذا أنا قلت أنه التوب يخفي بداخله هيداك العالم المهم كتير يلي بيفهم أكتر منك بكتير، بس ما بيبين أنه ما بيحب يبين أنه بيفهم أكتر منك بكتير، بس أنت وقت بتسأله بتلاقي أنه هو خزان وأنت فاضي وأنت بتحب تستزيد منه بالأمور الروحية وبالأمور العلمية الكنسية. لما رحنا زرنا القديس بايسيوس أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وآخر مرة لما رحت زرته أنا وصديق لقالي اسمه سمير فياض، هو أبونا صار باللادقية، أبونا سبيريدون فياض، كان عندنا أسئلة شخصية. يعني لما بتروح أنت بتحكي يوناني غير ما تروح بحاجة لترجمان يساعدك، ما فيك تسأله القصص الشخصية مع ترجمان. فإذا لما رحنا عند أبونا بايسيوس حكينا بهالبساطة، ما كنا بوقتها يعني كانوا يقولوا أنه هو إنسان قديس كبير، ولكن ما كنا حاسين أنه نحن عم نحكي مع قديس كبير، كنا ولا كان مبين أنه بيقشع على المستقبلات، بس على الأقل عطانا إرشادات بتصيب وبتصيب 100% خصوصا لحياتنا الروحية، أو إذا كان واحد بده يتزوج ولا بده يترهبن. في كتير معطيات لحد اليوم بعدنا منعيش على زبدة هالخبرة يلي القديس بايسيوس بوقتها الشيخ بايسيوس الآثوسي عطانا إياها لما زرنا. أقدم ذكر لجبل آثوث في المخطوطات القديمة موجود في إلياذا هوميروس في القرن الخامس قبل الميلاد. قام الملك الفارسي خشيارشا الأول بشق قناة في أكتي بطول 2.4 كيلومتر لتأمين حركة أسطوله وحمايته من أي محاولة للالتفاف حوله والإيقاع فيه، وأثار تلك القناة لا تزال واضحة للعيان حتى اليوم. أما الرهبان فقد استوطنوا هالجبل بدءا من العام 850 ميلادي وما قبل، ولكن الحياة الرهبانية المنظمة بدأت فيه فعلا عام 963 ميلاديا، لما قام القديس أثناتيوس الترابزوني بمساعدة من الإمبراطور نيكوفوروس الثاني فوكاس بتأسيس أول دير بآسوس ودعي اللافرا الكبير. قام لاحقا الإمبراطور يوحنا الأول زيمسكيس بتعيين القديس أثناسيوس حاكما على رهبان الجبل، الذي سعى إلى تنظيم الجبل واستقامة الحياة النسكية فيه عملا بما قاله بولس الرسول، أي إلهنا إله ترتيب. على أثر ذلك ظهرت بعض المشاغبات من أشخاص مدنيين كانوا استوطنوا الجبل وطريقة عيشهم ما كانت بتتناسب مع الحياة الرهبانية، بالإضافة إلى بعض من الرهبان اللي استصعبوا عملية الانتظام بالحياة النسكية المشتركة. وفي القرن الحادي عشر بنيت أدية كتير بتلك المنطقة، ساعد على إنشاء هبات الأباطرة البيزنطيين اللي أغدقوا المال من أجل بناء الأديار، وسمي بعض هالأديار بأسمائهم.
ويضاف إلى ذلك هبات قدمت من روسيا كدير إيفيرون بالحقبة الأولى، وفي وقت قصير طغى الطابع الأرثوذكسي على شبه جزيرة كالسيدس وبعض البلدان السلافية فيما بعد. ومن الجيد أنه نعرف أنه كان يوجد بموسكو مكان الساحة الحمراء اليوم أنطش كبير تابع لدير إيفيرون بالجبل المقدس، قام ستالين بهدمه وإنشاء الساحة الحمراء مكانه. ومع حلول عام 1400 ميلادي بلغ عدد الأديرة في الجبل قرابة 40 دير، وما بقى اليوم إلا نصها. آخر ما بني من تلك الأديرة هو دير سترافنوكيتا، واللي تأزى عدة مرات من الحرائق وأعيد بناؤه للمرة الأخيرة بالقرن السادس عشر. بالقرن الخامس عشر تخلت بعض الأديرة عن النظام الإداري الصارم للجماعات الرهبانية، والقاضي بوجود شيخ راهب رئيس له سلطات واسعة بالدير، واتجهوا لتبني منهج أكثر انفتاحاً وتحرراً بيسمح للرهبان بأنه يكون عندهم ممتلكاتهم الشخصية، وأيضاً إقامة نظام رئاسي يقوم على انتخابات سنوية لراهبين موثوق فيهم لإدارة شؤون الجماعة. مرت الأديار بهالجبل بكتير من الاضطهادات المختلفة من قبل الحملات الصليبية وتبعتها الحملات العثمانية. جبل آثوس منه عايز العالم، العالم عايز جبل آثوس. كيف جبل آثوس منه عايز العالم؟ أبداً منه عايز العالم. بقسم كبير من إلياته، من الإليات الصغيرة، ما دخلت الكهرباء لحد اليوم، ما في كهرباء. يعني ما بيعرفوا شو يعني شريط كهرباء، كابل الكهرباء، هذا شيء ما بالنسبة لهم ما بيعرفوا. عندهم أنديل الزيت والشمعة، هذا كل شيء، أنديل الزيت وأنديل الكاز والشمعة. بجبل آثوس ما في جرة الغاز اللي نحن نشتريها من السوق ومنمشي البيوت غاز، ما في، منه موجود، هني بيشتغلوا على الحطب. بجبل آثوس ما في مي، يعني ما في توزيع مي خزان بيوزع على أبدا، هن بيعتمدوا على الآبار يلي هن حافرين بإيدهم، كل اللي في حواليها 4-5 آبار بيجمعوا فيها الماء بالشتوية وبالصيفية بيستفيدوا منها شرب وصقاية. بجبل آثوس ما في تليفون، ما في تليفون. يعني مثلا بمنسك أبونا إسحاق عطلة، يعني اللي القيامة بمنطقة كابسالة المجاورة للعاصمة كارياس، على الباب برا، على الباب الخشب وانت وفيت محطوط بلاك حمراء مكتوب عليها باليوناني ممنوع استعمال الكينيتو الموبايل، ممنوع استعمال الموبايل تبعك، يعني اذا فيت ورن الموبايل بتاكل وعظة من الاب الرئيس ابونا افتيميوس او من الرهبان، لانه هيدا حطن لك على الباب ممنوع استعماله. قلت انا جبل آثوس منو عايز العالم، منو عايزه الا لسبب واحد، هو أنه جبل آثوس بيصلي لإله وبيصلي للعالم. عايز جبل آثوس مين يصلي له؟ مشان هيك العالم مهم بالنسبة لجبل آثوس، ما أنه عايزه بس هو هالقد مهم بشكل أنه بيصلوا للعالم. القديس سيلوان الآثوسي، يعني اللي كنتوا عنا بالكنيسة، القديس سيلوان الآثوسي كان يصلي للعالم، يبكي لأجل الخطأ بالعالم يلي ما بيعرفوا اسم الله بالروح القدس، بعد ما بيعرفوا الله بالروح القدس. إذن جبل آثوس لا يعرف العالم، لا يحتاج العالم، ولكنه متمسك بالعالم، بيصلي للعالم. هلأ كيف بيقدر يقدم جبل آثوس خدمة للعالم، لهذا الكون؟ بيقدم خدمته بأنه هو فاتح باب الضيافة لجميع الناس، ناس بيطلعوا لعنده، ناس بيعترفوا، ناس بيسترشدوا، ناس بيروحوا بيعملوا رياضات، خلوات، ناس بيروحوا بيرتاحوا من هموم العالم. 4 أيام بجبل آثوس كافي أن تشيل عنك كل الهم، خصوصا إذا ما كنت عبد لتكنولوجيا وقاعد هونيك بالجبل آثوس تشتغل تكنولوجيا، تترك كلها. جبل آثوس مرجعية بالأمور الكبيرة بالعالم أو الأمور الكبيرة بالكنيسة. جبل آثوس مرجعية، مرجعية ليتورجية، مرجعية عقائدية، مرجعية تاريخية، مرجعية قانونية، مرجعية بالترتيل، انه كيف بتعرف نفسك انت بترتل شيء قريب على التقليد،
إذا كنت قريب من هؤلاء بيترتلوا هونيك بتكون قريب على التقليد، إذا مش قريب بتكون أنت خرجت عن التقليد. فإذا مرجعية بكل الأمور الكنسية وحتى بأمور العالمية بأخلاقيات علم الحياة، جبل آثوس مرجعية، يعني هني بيعطوك شغلات بيدرسوها وعندهم استنارة كفاية حتى يقدروا يعطوك رأي نهائي بموضوع أخلاقي بعلم الحياة معين. إذا جبل آثوس بيقدم خدمة للعالم باستقباله للناس، جبل آثوس بيقدم خدمة للعالم بكونه مرجعية، وجبل آثوس بيقدم خدمة للعالم إنه ما بده شيء من العالم. يعني لما بتجيك مؤسسات بتعطيك مساعدات بتحط لك بتقول لك بشرط إنه نحنا بدنا بس يطلع شيء معين تحط لنا هالدعاية بقلبه أو تعمل شيء معين تضغط عليك. جبل آثوس ما نوع عايز شيء، يعني هاي المنسك اللي كنت فيه مثلا منسك أبونا إسحاق عطلة ما في حتى حمام، ما في تواليت، ما في دوش، في عندك مطرح بالحرش هيك على الطريقة القديمة مثل ما كانوا أهلنا هون، منفصل عن المطرح عن القلاية، بتروح بالحرش تفتح البوابة وتعمل حاجتك وبترجع. فإذا هالمنسك ما في شيء بيضغط عليه، في شغلة واحدة بتضغط عليه، محبة الله لإله للعالم، وهو بيصلي لإله للعالم. مشان هيك بتحس أنت أنه جبل آثوس كان وما يزال بيقدم خدمة للعالم، وهيدي الخدمة هالقد جليلة للي بيقدر يميز. يعني هلأ طبعا بدك تقلي غيري بيحكي غير شيء، بيحكي غير شيء، بس أنا بالنسبة لإلي يلي اختبرته بقدر أقول أنه بفضل صلاة رهبان هونيك لإلي ولرعيتي ربنا عم بيوفق وعم بيساعد. رحت أنا سنة 2008، كانت أول مرة بروح بعد 89 أول مرة رحت لهونيك. كان معي بظن كان معي ابني، بس إنه لما رحت في أبونا اسمه أبونا أرتاميوس سألني قال لي بيك بعده طيب، أمك بعدها طيبة، لأنه حاطت عنده بالليستة تبع الأسماء اسم بي وأمي وخي وقريبيني اللي أنا طلبت إنه يصلينا. فإذا بفضل صلاة هوديك الناس بجبل آثوس الله عم يرحم العالم وعم بيسترنا وعم بيعطينا بركات بجوز نحن ما نستاهلها، بس بفضل حدا بيصلي لي الله بيبارك. لما استولت الإمبراطورية العثمانية على تسالونيكي عام 1430 ميلادي، خضع رهبان جبل آثوس لسلطان الأتراك. سبب ذلك خلل بتنظيم الأديرة مما أدى إلى إفقارها بشكل سريع، فتكاثر ظهور القلالي المتقشفة بالقرن السادس عشر. في العام 1783 شهد جبل آثوس إصلاحات ناجحة قام فيها البطريرك جابرييل الرابع، وخلال حرب استقلال اليونان ما بين 1821 و 1832 عانت المجتمعات الرهبانية من عمليات النهب اللي شن الأتراك بالمنطقة، إضافة لقيام بإحراق مكتبات بأكملها. وفي القرن التاسع عشر وبرعاية من القيصر الروسي شهد الجبل توسع بالأديرة الروسية وبالممتلكات التابعة لها، ودخل إلى الجبل إثر ذلك بعض مما تأثر في الروس من الحضارة الغربية، وخاصة في الأيقونات والجداريات، بحيث مثلا ظهرت رسومات لله الآب على شكل رجل مسن، وهذا الشيء كان منافي للاهوت الأرثوذكسي اللي ما بيصور الثالوث على شكل رجل مسن وآخر شاب بجانبه وحمامة الروح القدس، كون الله الآب لم يتجسد. وأكد ذلك الرب يسوع بقوله لفيليبوس: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الجبل المقدس في آثوس في اليونان هو شبه الجزيرة التي تحتوي الرهبان المسيحيين المجاهدين. من مئات السنين اختلى بهالجبل العديد من الأشخاص طلبا للرهبنة. هو الذي يحتوي على أكثر من 20 دير أو حوالي 20 دير من الأديار الكبيرة ومن الأديار المتوسطة اللي تسمى الإسقيط، وأيضا من المناسك يلي بيعيش فيها بعض النساك وما تلاميذ بيكونوا لألهم. هالأنواع من الحياة المختلفة، هالثلاث أنماط كلها تطلب وتبتغي القداسة، لأنه الإنسان الراهب
يريد أن يشابه الملائكة في حياته، وبالتالي زيارة الجبل المقدس هو طبعا له طابع سياحي لأنه معلم أثري مسيحي مهم جدا، ولكن في الوقت ذاته هو مكان حتى الإنسان يقدر يلاقي حاله. ليش بيلاقي حاله؟ لأن نحن بحاجة إلى الهدوء. الحقيقة هذه هي الخبرة يلي شفتها بجبل آثوس، لما الإنسان بيقدر يروح لهونيك يشارك بحياة الدار أو بحياة الإسقيط يلي فيه الراهب بشكل أساسي. نهاره مليان بيكون بالصلاة، الصلاة اللي ترجيلت تقام في الليتو اللي هي مخدعه، بيكون عنده صلاة خاصة فيه، وأيضا في الكنيسة بالصلوات الليتورجية إلى جانب العمل. هيك بيعبي الراهب حياته بالصلاة وبالعمل. فالإنسان يلي بيزور جبل آثوس مهم كتير أنه يختبر دورة الحياة في الدار القائمة على الصلاة وعلى العمل. هناك بيقدر يرجع لذاته، بيقدر يلاقي حاله، يعرف وين هو إنسان خاطئ وكيف يخطئ، وبالتالي يتطلع إلى مشابهة القديسين. الحقيقة هالأشخاص هالرهبان هالشيوخ، لأنه في كتير أشخاص كبار كتير بالعمر صار لهم 50 و60 سنة رهبان يسمون بالشيوخ، اللي عندهم هالحكمة وعندهم بهالبياض يلي موجود بشعرهم وبدقنهم هالأيام من الجهاد ومن الصلاة يلي بتخلي وجههم يصير منور. مجرد ما الشخص يشارك بحياة الدار ويشوف هالأشخاص قدران فعلا أنه يلاقي مساحة بداخله حتى يعود إلى الله وحتى يطلب القداسة في حياته في هالعالم يلي عم نعيش فيه من الضوضاء ومن الضجيج. في العام 1924 وضع دستور الجماعات الرهبانية بجبل آثوس، وأقر الدستور اليوناني عام 1975 بنص هالدستور على وجود حاكم بيمثل الحكومة اليونانية بالمنطقة، بتم تعيينه بمنصبه من قبل وزارة الخارجية، ولكن الإدارة الفعلية بتكون بإيد المجمع المقدس بعاصمة الجبل كارياس، واللي بيضم أعضاء بيمثلوا جميع أديرة الجبل. تحتوي كنائس الجبل على أمثلة ممتازة لفن الأيقونات البيزنطية، كما بتحتوي مكتبات أديرته الباقية لليوم على كنوز من المخطوطات بترجع للعصور الكلاسيكية والوسطى. رحنا وصلنا لعند محل إسقيط القديس إفرام، هونيك بيسأل الرهبان إنه الشيخ وينه، قالوا له مستريح، بس منخبره أنه أنت حاضر هون ومعك أولادك الروحيين. فخبروا وقام قال لهم خلي فوت هو وولاده، خليني فوتوا. فنحن كنا مجموعة من الأبناء الروحيين معه، أنا كنت مقرر أني أتزوج، فما كان فرض علي يعني أي نظام غذائي مختلف. بينما الشاب الثاني اللي هو بعدين صار شبيني كان فرض عليه نظام غذائي مانعه عن اللحم، عم يبلش يدرجه في الحياة الرهبانية قبل ما يخلص. بقى لما دخلنا على غرفته للديس إفرام ناسك كاتوناكي، أهلا 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 يا ولادي، تعوا لصلي لكم. فطبينا على صدره وحطينا روسنا على صدره هيك، وحط ايده علينا وبلش يصلي لنا. بعدين وقفنا فبلش عم بيعرفوا علينا واحد واحد. لما وصل وقال له انه على الشاب اللي معنا، قال له ايليا، قام اطلع هو بسيدنا، قال له النبي ايليا كان ياكل لحم، ليش ما بتخليه ياكل لحم؟ نحن انسبعنا انه كيف عرف انه نحن اول زيارة وقصة هلأ بالكاد عم بيعرفوا باسمائنا. فلما نزلنا نلو ابونا شو هيئته القديس تنبى،
قال خلوكن عم تصلوا انتم ماشيين بالطريق، ما في داعي للحدثين. ولكن كانت هذه فعلا نبوءة، انه ساعتها ابونا قال له لا بقى تمتنع عن اللحم وعيش عادي، لانه كان فعلا هو بده يتزوج باساس عائلي، والحمد لله هلا كاهن وعنده عائله مباركة. هذه خبرة الجبل مع القديسين المستنيرين بنور الرب. الأديار الأساسية بجبل آسوس اليوم 20 دير، بالإضافة إلى عدد من الأساقيط، مفردة طبعا أسقيط، وهو مكان بيعيش فيه جماعة من الرهبان، وبيتراوح عددهم بين 10 ل30 راهب من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 100 من القلالي، مكان يجمع عدد من الرهبان لا يتعدى 5 تحت إشراف أب روحي. بيختلف نظام القلالي بين قلاية وأخرى، ولكن كل القلالي هي تابعة لدير محدد، وما في مكان لحياة انعزالية باللاهوت الأرثوذكسي، فحياة الشركة هي الأساس والجوهر. لا يسمح بدخول النساء إلى الجبل. ليش؟ بخبر التقليد الأثوثي أنه بإحدى رحلات والدة الإله من أورشليم لروما، توقفت السفينة مقابل الجبل، وأعجبت السيدة العذراء بجمال المكان والطبيعة الخلابة فيه، فقالت أنه هالجبل رح يكون بستان لإلها للعبادة وخلاص نفوس كتيرة. من هون يدعى جبل آسوس بستان العذراء أو بستان والدة الإله، وهناك أيقونة تظهر والدة الإله عم توقف فوق الجبل وتلاله، وهي حاملة عصا الرعاية. انتهاك حرمة الجبل ودخول النساء إليه يعاقب عليه بالسجن من 1 إلى 2 سنين. برلمان الاتحاد الأوروبي دعا اليونان مرتين لتغيير هالقانون، ولكن الطلب رفض. بالرغم من ذلك، فقد أوى جبل آثوث اللاجئين بمن فيهم النساء مرتين بتاريخه، وذلك بأعقاب ثورة عام 1770 المعروفة باليونان باسم وورلوفيكا، وفي أعقاب ثورة عام 1821 كما لجأ إليه بعض اليهود الرجال من مدينة تسالونيكي إبان الحرب العالمية الثانية، رغم أنه هتلر كان قد وضع جندي على كل دير من دون التعرض للحياة الرهبانية. من أبرز القديسين المعاصرين بالجبل المقدس هو القديس بايسيوس الآسوسي 1924-1994، وكان قد تم إعلان قداسته بتاريخ 13 كانون الثاني 2015، ويعيد لإله ب 12 تموز. عرف عنه تواضعه ونقاوة قلبه وإيمانه الثابت وجهاده الروحي، وكلماته كانت مليانة محبة ورجاء وإلهامات من الروح القدس. كتب كتيرة، قصص وشهادات عديدة قيلت في هالمكان المقدس، مطرح ما السما هي على الأرض، وبيبقى أنه نطبق اللي قاله الرب يسوع للتلميذين: تعاليا وانظرا.